قال عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة. هنا الحسن ينبغي أن نعرف من الحسن. هنا من الحسن؟ تفضل تفضل. نعم الحسن البصري. وحقيقة الحسن البصري اختلفت كلمة أهل العلم في سماعه من أبي هريرة، فذهب أكثر أهل العلم أنه لم يسمع من أبي هريرة. فإن ثبت أنه لم يسمع من أبي هريرة فهل يصبح هذا الحديث ضعيف؟ فهل يصبح هذا الحديث ضعيف؟ نعم لا يصبح ضعيفا، لأن معه راو آخر وهو محمد بن سيرين. ويخطئ كثير من الناس عندما ينسب الكتاب المشتهر في الأسواق تفسير الأحلام إلى محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين منه براء، فهو كذب على محمد بن سيرين مع شهرته وانتشاره في البيوت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم محمد بن سيرين رحمه الله فسر أحلاما ولكنه لم يكتب كتابا. الأمر الآخر أن تفسير الأحلام لا يؤتى من كتاب، لأن الحكم في تفسير ما يرى يختلف من شخص إلى آخر. فقد جاء عن ابن سيرين أن رجلا أتاه فقال يا إمام إني رأيت في المنام أني أؤذن، فقال إنك سارق. ثم جاء آخر والناس في مجلسه فقال يا إمام إني رأيت في المنام أني أؤذن، قال له أبشر فإنك ستحج بمشيئة الله. فعجب القوم، فقال أما الأول فعندما قال إني رأيت في المنام أني أؤذن تذكرت قول الله عز وجل وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، فرأيت فيه ملامح السوء. وأما الثاني فرأيت عنده ملامح الخير، فتذكرت قول الله عز وجل فأذن بالناس بالحج. فإذا تفسير الأحلام لا يؤتى من كتاب، والمنام الواحد يختلف من شخص إلى آخر، فلا يجوز أن يعمم التفسير عن طريق ماذا رأيت؟ رأيت قطة فتسرق فيشك في زوجته فتنشب مشاكل، فإذا بيسأل يا شيخ طلقت زوجتي فماذا أفعل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا تفسير الأحلام له قواعد وضوابط فلا يتسرع به. فإذا محمد بن سيرين من كبار أهل العلم، فقيه محدث من تلاميذ أبي هريرة، ولا ينظر إليه أنه مفسر أحلام. وأنا لا أنصح طالب العلم أن يتصدر لمجالس الناس في تفسير الأحلام، لأن هذه تشغله عن الإجابة عن مسائلهم الفقهية والعقائدية، فهو يقول أنا ليس عندي وقت في اليوم أكثر من ساعتين لأستمع للأسئلة لأجيبكم. فهل في الساعتين تجيب عن الأسئلة الفقهية الشرعية ومسائل العقائد والمنهجية أقوى وأهم أم مسائل الأحلام؟ ومن يفتح على نفسه هذه الإجابات فلن يغلق هاتفه من كثرة سؤال النساء. النساء شغلهن الشاغل رأيت في المنام كذا وصار كذا وفلان محسودة وفلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هذه نصيحة لمن يطلب العلم أن لا يتصدر لمثل هذه الأمور، وإنما قد تكون لبعض من
لم يفرغ نفسه لخدمة الأمة وتراث الأمة وتعليم الأمة، فهذا حاله يختلف عن غيره. قال: فإذا لا يضر هذا الإسناد أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، لأن هناك اشترك معه من روى عن أبي هريرة. وماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ ماذا يسمى؟ لا، ماذا يسمى؟ متابع. أن يشترك تلميذ في الرواية عن الشيخ فيقال محمد بن الحسن تابع الحسن، محمد بن سيرين تابع الحسن البصري، فلا يضر الإسناد، له متابع.